بسم الله الرحمن الرحيم. معكم عبد الله وهبي، استاذ بمجموعه مدارس المسير الخضراء بجامعه نينجاي. اليوم كنحضر هذا الاستقبال البهيج من تنظيم المجلس الاقليمي بمقر عماله تيزنيت بعد حصولي على هذا يعني التكريم الملكي بمنحي هذا الوسام الذي افتخر به ايام افتخار. صراحه اعتز بهذا التوشيح، اعتز بهذا التكريم. صراحه هذا التكريم سيمنحني دفعة إن شاء الله لبذل المزيد من الجهود إن شاء الله لتقديم أفضل ولتقديم عمل أفضل ونتائج أفضل. لازالت كلمات صاحب الجلالة يعني تتردد في الأذن ديالي ملي كيشجعني وكياخذ باليد ديالي وكيقول لي أنك خصك يعني تعمل وخصك يعني تبدل يعني تعمل أكثر، وسولني على يعني المكان ديال العمل ديالي وشجعني على المواصلة ديال العمل بنفس الوتيرة. والله ينصر سيدنا، وهذا كل ما يمكن أن أقوله. شكرا لكم. صراحة كل شيء كان مفاجئا، لم أتوقع يعني أن أرشح أو أن يتم يعني اختياري لي يعني لتلقي هذا الوسام. كل شيء كان مفاجئا، ولكن الحمد لله هذه كانت تعتبر يعني أحسن مفاجأة في الحياة ديالي.